الراديو 90-90 هواها مصري. جدول حصص في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. حفلات الأسبوع، جدول حصص في كلام معلمين، وما تنسوش الساعة الثانية هيبقى ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. وكلمة السر بتاعتنا لا زالت مستمرة، هي اسعد طفل، علشان نختار الشباب والبنات اللي هيحضروا محطة السعادة الجاية لإسعاد الأطفال. بكرة في قاعة النهر السائد هيكون في حفل شعر غنائي للشاعر محمد الكافوري في تمام السادسة مساء، سعر تذكرة 40 جنيه. وبكرة كمان في قاعة الحكمة بقى في سائد صاوي حفل غنائي لفرقة ولاد حارتنا في تمام 7:30 مساء، سعر تذكرة 40 جنيه. أما قاعة الكلمة في سائد صاوي ففريق مون لمسرح العرايس هيقدم عرضين لمسرح عرايس كوري بعنوان القمر، وكمان هيكون في ورشة لتصميم العرايس الخشبية للعايز يتعلم. العرض الأول 10 صباحا والعرض الثاني 3 عصرا، وهي دعوة عامة ومجانية. بكرة كمان في معهد الموسيقى العربية في حفل للفنانة رحاب عمر في تمام 8 مساء، وبكرة في درب 17-18 هيعرض فيلم عشم في تمام 8 مساء، سعر تذكرة 30 جنيه. يوم الاثنين الجاي على مسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت في تمام 8 مساء، أسعار التذاكر 200 جنيه و600 جنيه. وفي قاعة النهر في سائد صاوي يوم الاثنين الجاي في حفل غنائي لفرقة الأولى بلدي اللي بيقدم أغنيات الشيخ إمام كمحاولة لتخليد أعماله، والحفل هيكون 8 مساء وسعر التذكرة 40 جنيه. يوم الثلاث الجاي 18 سبتمبر في حفل تاني لأوركسترا الموسيقار عمر خيرت على مسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، أسعار التذاكر 200 جنيه و600 جنيه في تمام 8 مساء. يوم الثلاث الجاي في قاعة الحكمة في سائد الصاوي هيكون في حفل إنشاد ديني لفرقة الحور، وهي أول فرقة إنشاد ديني للفتيات فقط، وكانوا ضيوفنا في كلام معلمين، والحفل هيكون 8 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه. في قاعة النهر في سائد الصاوي في حفل الشعري للشاعر وعازف العود أحمد حسن في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 40 جنيه. ويوم الثلاث برضو الساعة 7 مساء في ندوة بعنوان قصة الملح هيقدمها الباحث أحمد صديق في قاعة الكلمة في سائد الصاوي، وهي عامة ومجانية. يوم الأربعاء الجاي 19 سبتمبر هيكون في حفل لفرقة نيوجن ومحمد إبراهيم في قاعة النهر في سائد الصاوي، سعر التذكرة 40 جنيه، والحفل 8 مساء. يوم الأربعاء الجاي في قاعة الحكمة في سائد الصاوي في حفل موسيقى عربية لفرقة الأصالة في ربيع العمر في تمام 7:30 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه. يوم الأربعاء الجاي على مسرح الجمهورية في عرض فولكلور مكسيكي في تمام 8 مساء. يوم الخميس الجاي 20 سبتمبر على مسرح الجمهورية في حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث في 8 مساء، أسعار التذاكر 15-25-35 جنيه. على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في حفل جالا كونسر هيقدموا فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة في 8 مساء. وفي درب 17-18 يوم الخميس الجاي في حفل ستاند اب كوميدي اوبن مايك في تمام 8:30 مساء، اسعار التذاكر 60 جنيه، وفي تذكره بنص الثمن للي هيقدمه في الاوبن مايك. وفي يوم الخميس برضو في قاعه الحكمه في سائد الصاوي في حفل بهججه فرقه بهججه في تمام 8 مساء، سعر التذكره 60 جنيه. لسه يوم الخميس برضو في قاعه الكلمه في ندوه بعنوان الانسحاب للامام هيقدمها الشيخ ايهاب صالح في تمام 6 مساء، والدعوه عامه ومجانيه. يوم الجمعة الجاي في حفل للفنان هشام خرمة في قاعة الحكمة في سائد الصاوي، أسعار التذاكر 80-90-100 جنيه في تمام 8:30 مساء. في قاعة النهر في سائد الصاوي في حفل لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني في تمام 7 مساء، أسعار السعر التذكرة 50 جنيه. طيب نروح على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الجاي في حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وفرقة رباعي أوتار في تمام 8 مساء، سعر التذكرة 75 جنيه. وفي درب 17-18 برضو يوم الجمعة الجاي في حفل جاز للفنان مصطفى رزق وفرقته في تمام 8:30 مساء، سعر التذكرة 75 جنيه. وكمان يوم السبت زي النهاردة في حفلتين متتاليتين لستاند اب كوميديان علي أنديل وفرقته في قاعة الحكمة في سائد الصاوي، وهيقدموا عرض بعنوان انتقام الفتى عبكويم. الحفل الأولى هتكون الساعة 7 مساء، والحفل الثاني 9 مساء، أسعار التذاكر 70 و100 جنيه. وأخيرا يوم السبت برضو زي النهاردة في قاعة الكلمة في سائد الصاوي ندوة مجانية بعنوان أسباب نزول القرآن، هتقدمها الداعية مروة برهان في تمام 6 مساء. ده كان عرض الأهم أحداث هذا الأسبوع.